في مركز الدائرة، ما فماش رقابة عليه، على كل ضايع الكرة فما ماشي بالكرة وترجع الكرة لي. هنا لم يسمح لي باش نحكي على الهجمه الاخيره، والله ما عادش مركزه برشا على خاطر نشاهد في حكم يحصل للجمهور، حكم مع على كل نهايه الفتره الاولى على نتيجه 17 مقابل 11. نرجع مع نهايه الشوط الثاني.